أنتم اليوم في الدور، وغدا ستكونون من سكان القبور. أنتم اليوم في الدور، وغدا ستكونون من سكان القبور. فيا أيها المغتر بصحته، أما رأيت ميتا من غير سقم؟ وأيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا من غير علة؟ والله ستبيت في القبر وحدك، وسيباشر التراب خدك، وستنعش الديدان لحمك وعظمك، وستبقى رهين عملك. فاعتبر بمن مات قبلك، وربي ستندم، وربي ستندم على تفريطك في صلواتك، وربي ستندم على تفريطك في صلواتك، وستندم على ضياع أوقاتك. ولن ينفعك الندم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. تزود من الذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مهما جليت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم، ستندم إذا رحلت بغير زاد، وستشقى عندما يناديك المناد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ قال الحارث بن إدريس: قلت لداود الطائي أوصني، قال: عسكر الموت ينتظرونك. قلت أوصني، قال: عسكر الموت ينتظرونك. ما أبلغ مواعظهم وما أوجزها. كان زيد النميري يقول: لو كان لي من الموت أجل أعرف مدته لكنت حريا بطول الحزن، لو كان لي من الموت أجل أعرفه لكنت حريا بطول الحزن والكمد حتى يأتيني وقته، فكيف وأنا لا أعلم متى أموت؟ فكيف وأنا لا أعلم متى أموت؟ في الصباح أم في المساء؟ آخر الكلام إن كان لك قلب، آخر الكلام إن كان لك قلب. قال عبد الرحمن بن يزيد: وكان له حظ من دين وعقل، قال لبعض أصحابه الغافلين: يا أبا فلان، الحال التي أنت عليها ترضاها للموت؟ الحال التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: لا، قال عبد الرحمن بن يزيد: فكان له حظ من دين وعقل، قال لبعض أصحابه: يا أبا فلان، الحال التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال: لا. قال: فهل نويت التحويل إلى حال ترضاها للموت؟ قال: لا، ما تاقت نفسي إلى ذلك بعد. قال: فهل بعد الموت دار فيها معتمل؟ قال: لا. قال: فهل تأمن أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال؟ قال: لا. قال: والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال، والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال. أليس هذا هو حالنا؟ أليس هذا هو حالنا وحال أكثرنا؟ نوم عن الصلوات، وتجرع على المعاصي والمنكرات. سؤال أخير أسألك إياه: هل أنت راض عن حالك؟ وهل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم؟ هل أنت مستعد؟ يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى. خذ الوصية من سيد المرسلين قبل فوات الأوان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس،
اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فأنت في زمن الإمكان، فأنت في زمن الإمكان.